تحيه الاعلام. ارسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن السيد المدير العام للأمن الوطني والسيد والي ولاية أمن القنيطرة والسيد رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بسيدي قاسم وكافة العاملين بمفوضية الشرطة بمشرع بالكسري، يطيب لي ويشرفني أن أرحب بكم في حضن هذه المؤسسة بمناسبة الذكرى 67 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة أصبحت كما أكد عليها السيد المدير العام للأمن الوطني جزءا مهما من ذاكرة بلدنا الحبيب وصفحة من صفحات تاريخ المغرب، ومناسبة عظيمة تجدد فيها أسرة أمن الوطني بكل مكوناتها فروض الطاعة والولاء لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. إن المديرية العامة للأمن الوطني مرفق عمومي أسس بتاريخ 16 ماي 1956 وجعلت في خدمة المواطن من أجل الحفاظ على الأمن والنظام العامين، الصحة العامة والسكينة العامة، وذلك بفرض احترام القانون وتنفيذ مقتضياته حماية للمواطنين في ذاتهم وأموالهم وأعراضهم، وما يتطلب ذلك من تضحيات ونكران للذات من طرف جميع أطر عناصر هذه المديرية للدود على حما هذا الوطن الحبيب تحت شعارنا الخالد الله الوطن الملك. إن العناية السامية لصاحب الجلالة نصر الله التي مفاتئ يوليها لأسرة الأمن الوطني، وهو ما يتجسد عمليا في تعزيز الإطار القانوني المنظم لجهاز الأمن الوطني وتدعيم البناء المؤسساتي للمديرية العامة للأمن الوطني وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية لموظفي الشرطة وإحداث مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال الأمن، ساهمت في تحسين مردودية الأجهزة الأمنية على صعيد عموم المملكة سواء من المصالح المركزية أو الخارجية في التصدي للظواهر الإجرامية وتجفيف منابع الجريمة بمختلف تجدياتها، وجعلتها تنخرط بكل الوسائل المتاحة في تنفيذ الاستراتيجية الأمنية المسطرة حسب التعليمات الملكية السامية الرامية إلى تسخير الموارد البشرية واللوجستيكية لنشر الطمأنينة والسكينة في نفوس المواطنين. إن المديرية العامة للأمن الوطني تفتخر اليوم وهي تخلد الذكرى 67 لتأسيسها على أن مصالحها الأمنية جندت رغم الإكراهات المتعددة كافة الوسائل البشرية والمادية المتاحة قصد محاربة كل ما من شأنه المس بسلامة الأشخاص والممتلكات أو زعزعة الاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي، حفاظا على مكتسبات المغرب التي راكمها بفضل استقراره السياسي والاجتماعي في محيط إقليمي ودولي يعج بالاضطرابات، خاصة الحصن السباقي والقبلي فيما يخص التصدي للجريمة المنظمة وأشكال التطرف الديني والعقائدي. المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تكريم موظفيها الذين أسسوا لمسار مهني وتضحيات في سبيل خدمة الوطن والمواطن. ارتأت مفوضية الشرطة بمشرع بالقسري هذه السنة لتكريم موظفين أحيلوا على التقاعد، ويتعلق الأمر بضابط الأمن السابق خيدي محمد وضابط الأمن السابق مصطفى بكبة. وبهذه المناسبة أدعو السيد باشا المدينة من أجل تقديم هدية للسيد ضابط الأمن السابق محمد خيدي فليتفضل مشكورا. أدعو السيد وكيل جلالة الملك من أجل تقديم الهدية الثانية. عفوا السيد رئيس المحكمة، قصد تقديم الهدية التالية لضابط الأمن السابق مصطفى بكبة فليتفضل مشكورا.